اليوم لقينا يعني لنا فورماسيون اوفيسيال، دونك فورماسيون اوفيسيال فيما يخص تسجيل عملية اقتناء جهاز لا جاما نايف، اللي هو حق كان طلب بروفيسور شيف سيرفيس تاع مصلحه الاعصاب، ويعني الوزاره الوصيه استجابت لهذا الطلب وسجلونا في اطار فون كونسير، دونك صندوق تاع مكافحه امراض السرطان، هذا الجهاز اللي هو يستعمل في جراحه الاعصاب. يعني هذا الجهاز يعني بقيمه ماليه حوالي 100 مليار سنتيم، راح يعني يجيب فائده كبيره للمرضى، سواء المرضى تاع ولايه بليده ام مرضى الولايات الاخرى تاع الوطن. ان شاء الله راح يدخل في حيز الخدمه في الشهور القادمه، يعني في سنه 24.